السلام عليكم البنات، ان شاء الله كلها لاباس، راكم بخير، وحنا نتمنى لكم دائما تكونوا لاباس وتكونوا بصحه جيده. نرحب بكم البنات في القناه نتاعي، وان شاء الله القناه نتاعي راهي المحتوى تاعها راه يعجبكم ولي فيديو راهم يعجبوكم. كما وعدتكم يا البنات لا ديرنيير فوا، قلت لكم راح ندير لكم اون فيديو سبيسيالمون على لي ديماكيون اللي انا استعملتهم وما هو اللي عجبني وما هو اللي ما عجبنيش. فوالا، هنا راه عندي دي ديماكيون، عندي ميكسا، عندي نيفيا، وعندي بيفاس، وعندي لو ميسيلير نتاع ايفروشي، وعندي تاني نيفيا ديماكيون. اول حاجه نبدا بها يا البنات وهو لو ميسيلير. بون، لو ميسيلير سي ان ديماكيون حتى هو، مي لا بروشين فوا ان شاء الله يا ربي راح ندير لكم اون فيديو ندير لكم لا ديفيرونس ما بين لو ميسيلير و التونر و ديماكيون كريمو، ونقول لكم لا ديفيرونس بيناتهم. بون، هاد لو ميسيلير يا البنات راه توب 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 بزاف. كاين هذا شويه غالي، هذا يكون يدير واحد 70,000 ولا، وكاين نتاع فينوس راهم شاكرينو بزاف. بون، مازال ما جربتوش، راني دايره في راسي كي يكمل لي هذا نشري تاع فينوس ونشوف واش هذا اللي مليح ولا نتاع فينوس. مي هذا يا البنات فريمون شباب شباب شباب، يخلي الفيتاج تاعك نقي بزاف. هذا يا البنات انا عجبني، فريمون عجبني. نروح للتزاوج واللي هو نتاع لو دوزيام واللي هو تاع نيفيا، سي ان ديماكيون بور لي زيو، جوست بور لي زيو. Je pense juste pour les yeux. D'ailleurs, on a stamloré pour les yeux. Les bnettes, c'est vraiment... Mais je suis là, chebeb. Il m'a sauvé la vie. Ou il a sauvé la beauté. Il a sauvé les yeux, diaouli. C'est chebeb, bzaf. انا كي كنت نمسحهم من قبل، كي كنت ديماكيهم، كي كنت ندير غيسيل واتر بروف، كان يقعد لي بزاف في عينيا وما نصيبش كيفاش نمسح، وضريت فريمون عينيا بزاف. وكي استعملت هذا خرج لي عليه على عينيا بزاف بزاف، ويمسح تقول ما كنتيش دايره فريمون، ما كنتيش دايره الماكياج، وماشي ما تقعديش تفروتي العين تاعك ايتو، يمسح فاسيلمون العين. هذا يعيطوا له ديماكيون زيو دوبل اكسيون نيفيا، يدير 60,000 ولا سا ديبون، تلقاوه عند وحدين اخرين يدير 65,000. البنات هذا ننصحكم به فريمون، غير ديروه. راح ندير لكم مور هاد لا فيديو ان شاء الله، راح ندير لكم كيفاش نديماكيو لو فيزاج تاعنا كوريكتومون، طريقه ازاله المكياج من العيون، بلوتو من لو فيزاج كومبلي، من الوجه والعيون بطريقه صحيحه، راح نهضر لكم عليها ان شاء الله. نروحو البيفاس. الو بيفاس، هذا انا كي شفتو كنت سييت لو لي بور لو كور، عجبتني الريحه نتاعو، نشفى عليه، والقرعه نتاعو الحاجه المليحه اللي تجي كبيره، يسمى تشد لك لا كونتيتي تاعها كبيره وتشد لك بزاف. مي في حاجه ما عجبتنيش يا البنات، هو فيه زيرو كولورون، واش تاني لي ديماكيون فيزاج زيو. بون شاكرينو، مي ما نكذبش عليكم يا البنات، انا هذا ما خرجش كامل على لابو تاعي، ما عجبنيش، ديجا مازال فيه وراح نرميه ولا نمدو، بالك كاين اللي تخرج على، باسكو ماشي لي بو ماشي كاع كيف كيف. هذا ما عجبنيش تاع الصح، وزيد بور لي زيو كي نحطو في عينيا يقعدوا يحرقوني غراف، فريمون هذا انا ما عجبنيش. نروح لو ديماكيون لي موراه اللي هو ميكسا. الو هاد لو ديماكيون شباب مليح، هذا سبيسيالمون بور لا بو سونسيبل اي سيش. انا لا بو تاعي ولات لي سيش، بون كانت غراس ولات سيش. هذا فريمون شباب عجبني، هذا انا ما شريتوش، استاذ ما نعرفش لو بخي تاعو، هذا عطاوهوني واللي انا دائما نشريه ونقعد دائما نشريه هو لو ديماكيون نيفيا. فريمون يا البنات هذا بلا كامومي ناتوريل، فريمون شباب بزاف، تو تيب دو بو، هذا يصلح لكاع لي بو، يصلح لا بو سونسيبل، لا بو غراس، لا بو سيش، هذا شباب، هذا ننصحكم بها البنات، شباب شباب بزاف بو لا بو. هذا ينحي لو ماك يديماكي لو فيزاج تاعكم او ميم طون يدراتيها، باسكو كي نكونو ديماكيو لو فيزاج تاعنا لازم ادراتيوها. دونك هذا راهو شباب بزاف على لابو، وما راحش ما يجرحهاش ما يخبشهاش، وانا نقول فريمون هذا شباب بزاف، انا ننصحكم بهذا وبهذا. انا ندير بيبليسيتي نيفيا ما سامعينش كاع بيا.
مي ليسونسييل هذا يا البنات، هذا بور لو فيزاج تمسحو ادايرينو ميم بور لي زيو، مي انا جو بريفير هذا بور لي زيو. هذا وهذا شابين فور بزاف يا البنات. عندك نيفيا لي دي ماكيون ونيفيا زيو دي ماكيون زيو دوبل اكسيون. هذا بور لي زيو البنات استعملوه، ما راحش يضر لكم لي زيو، ما يحرقش في لي زيو. وهذا بور لو فيزاج. فوالا يا البنات، لا فيديو تاعنا خفيفه ظريفه اليوم، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تكون فيدتكم بهذا لا فيديو. وراح ندير لكم ان شاء الله مور هذا لا فيديو الطريقه الصحيحه لازاله المكياج من الوجه ومن العيون. فوالا يا البنات تبقاو على خير، ما تنساوش ديرونا لي جيم، ما تنساوش تفاعلوا مع لا فيديو، تكتبوا لنا دي كومونتير الحاجه اللي عجبتكم والحاجه اللي ما عجبتكمش، مرحبا بها ومرحبا بكم عندي. بقاو على خير يا البنات، على بروشين فيديو.